بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عايزة قبل ما اتكلم وقالوا لي اقول لكم على ايه ونتكلم بقى ونحكي مع بعض، بس انا يعني عشان انا الوقت بيفلت مني فعايزة قبل الوقت حد بس ينبهني انه اوكي. انا سعيدة جدا جدا بتواجدي مع نخبة من النساء تحت العنوان ده، المرأة الداعية في المجتمع. ده شيء طيب قوي. انا واقفة هنا في المنبر ده وفي المقام ده واي مقام انا فيه بسبب كلمة امرأة داعية، امر شخصي. انا مش طول عمري محجبة، عشان كده بشوف البنات العساسين دول وهم من الصغر قررت تلبس حجاب او تحفظ قرآن او تقول انا يا رب سمعا وطاعا، قلبي من جوه. دكتورة امل قبل ما تمشي، فعلا انا ببكي، اتمنى على الله، اتمنى على الله ان يعود بيا الزمان ويبقى في حد اسمها كده المرأة الداعية، حد كده يجي يقول لي وانا لسه وابقى اخد ثواب شاب نشأ في طاعة الله. ده رقم واحد. رقم اثنين، ما بنيجي نتكلم عن دور المرأة كداعية ودور المرأة كمسلمة كزوجة كأم كبنت كأخت، اللهم بارك يعني الأفاضل يتكلموا قبلي، لكن ليا تعليق صغير. هل يمنع انك تكوني زوجة عندك حسن تبع وداخلة من أبواب الجنة الثمانية، وانك تكوني أم فاضلة تكرم كما كرمت الأم، كلنا بنعيط عايزين أمهاتنا احنا كده، تكرم وتيجي بنتها تقول أذكر لأمي كذا، أذكر لأمي كذا. عندنا باب في التربية كنت عملت عليه مرة دراسة في حديث، باب حديث البخاري كلها العنعنة بتاعتها عن علمني أبي، ربتني أمي. معاذ ومعوذ في غزوة بدر صغيرين واقفين جنب سيدنا بلال في قلب الغزوة، أي أبو لهب قال له وانت عايزين يا صغيرين، سمعت أمي تقول إنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. هل يمنع أكون زوجة وأم وداعية وأجمع ما بين الخيري الدنيا والآخرة؟ مفيش أي مانع. هل يمنع أن أنا أكون أم وزوجة وداعية وسيدة أعمال ونموذج في المجتمع؟ مفيش أي ضرر. تمام، مين كانت أفضل سيدات الأعمال من السنة؟ السيدة خديجة. تجارة السيدة خديجة تعدل تجارة رجال قريش كلهم. السيدة خديجة دي زوجة عاملة إيه؟ من أربعة. وفضل من النساء أربعة، خديجة بنت خويلد، مريم ابنة عمران، وآسيا بنت مزاحم، وفاطمة بنت محمد. منحها في بيتها تسع أولاد وسيدة أعمال وزوجة، والله ما أبدلني خيرا منها يا عائشة. هؤلاء صويحبات خديجة حتى بعد ما ماتت، مفيش مانع، بس كلمة واحدة، كلمة واحدة اللي خليكي تدفعي وتبقي في كل مجال، أنا الإسلام يا رب، أنا أفرح بي النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يا رب. إيه اللي يخليكي تبقي في الوجهة دي؟ إنك تعرفي قيمة نفسك كأنثى، لا تنسي دورك كسيدة وكأنثى من الرقة والأنوثة والعطاء والحنان والرعاية. وقلوبنا ما في حد في الدنيا يتمنى أولاده أفضل منه إلا الأم، وما في زوجة والله لا ذهب ولا ألماس ولا زبرجد أحمر ولا أخضر يطيب قلب المرأة كتر خيرك من زوجها. شكرا، والله أمكم تعبت معانا، جزاك الله خيرا. بسيطة صح ولا لا؟ ايه اللي يعمل، ايه اللي يخليكي تقومي بكل الادوار ويبقى عندك الحماسه والهمه وهكذا؟ حاجه واحده بس، اعرفي قيمتك كانثى. ان الله عز وجل كرمك وقال فضل من النساء، ان في القران سور، في سوره النساء والطلاق سوره النساء الصغرى وسوره مريم بالنساء، ان الله عز وجل ارتضى لك الخير وارتضى لك
العزة والكرامة، لؤلؤة مصانة في الدين، بس احنا مش عارفين قيمة نفسنا. ليه؟ عشان الدعاوى المحيطة. احنا في الأسبوع ده أسبوع العنف ضد المرأة، أسبوع العنف ضد المرأة. لا هو العنف ضرب ولا إساءة لفظية بس؟ تحقير وتسفيه ونقد نقد نقد نقد. أنا عايز أقول لكم إن ممكن العنف بصة نظرة، ولو أنت ما اديتيش كامرأة مسلمة قيمة لنفسك، قيمة لنفسك وشايفة نفسك إن أنا الله سبحانه وتعالى كرمني وأنا أستحق إن أنا أبلغ عن الله عز وجل، ما حدش هيبقى ولا يقدرك. إذا كنت أنت مش شايفة نفسك، أنت مش شايفة ذات نفسك التقدير ده، هتمنتظرة غيرك إن هو يقدرك؟ أول شهيدة في الإسلام، أول من نطق، أول من أعطى، أو اللي كان بيدفع الرجال هي المرأة. لما يجوا يكلموني عن المرأة الداعية، أعلى هاشتاج امبارح وأول امبارح في تركيا دولة من يانينداين، أعلى هاشتاج بعد انذارات لارتفاع الدولار، بعتتهولي بنت في أورتا أوكول، بنت في مدرسة إعدادي بعتت لي الهاشتاج، أعلى هاشتاج امبارح والنهارده. نحن بجانب الدولة. مرأة تقوم الدنيا بيوش مرأة. يا رسول الله إن الرجال لهم منك الجمع والجماعات والجهاد، أين نحن؟ اجعل لنا يوما. النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم حد بيقول مقولة؟ اذهبي عمل لهم يوم الاثنين، اعلمي أخبري من ورائي، اعلمي وأخبري من ورائي إن حسن تباعد إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. دوري في البيت، دوري مع أولادي، دوري بره المجتمع. طالما ربنا استخلفك في مكان، انت مين؟ انا من أمة رسول الله. ايه الدليل؟ قال رسول الله كذا وكذا. ايه الدليل؟ معاملتي معاك وكذا. ايه الدليل؟ انا بعمل كذا وكذا، وبلغ عن الله. يوم القيامة يوم يدعى كل أمة بإيمانهم، مين دول؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم حامل لواء الحمد يوم القيامة. بس لا، من خلق الأمة، من خلق الله عز وجل ومن أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يحمل لواء في كل صفة أو كل خلق، وكل واحد فيه الخلق ده والعبادة دي ترسخت في قلبه، يأتي تحت الإيمان. يقول لك لابس تاج فيه ياقوتة كده تنير، أنا تبع الصدق، أنا تبع الأمانة، أنا تبع الدعوة إلى الله. أفضل من يبلغ الدعوة إلى الله النساء. ليه؟ أنت في كل مكان، أنت في كل مكان، أنت عندك تأثير عجيب على الرجل في أي مكان. عشان كده انطلب منا ضوابط معينة وأمور معينة في السمت والكلام والحديث وهكذا، ده المطلوب. لما نيجي نتكلم عن اتكلمي المرأة كداعية، لما قال الدكتورة أمل ما قلتها إن في من العلماء أو المشايخ من يسفهم دور أو يحجموا دور المرأة إنه بس في البيت، غلط غلط. أنت دورك في بيت وفي عمل وفي حياة وفي دين، أنت في قلب كل حد. تعرفوا إيمان؟ إيه اللي أصلها كانت في يوم وحدثتني عن الله. أفضل من يبلغ دعوة تصل للقلب. عارفة ليه؟ عشان أنت كتلة مشاعر، فما تطلعي لي الكلمة بالمشاعر تصل لقلب. أدعو الله سبحانه وتعالى يجعل هذا المقام واليوم الجميل ده بداية عهد لينا. عرفي قيمة نفسك يا بنتي، بداية عهد لينا مع الله سبحانه وتعالى، وإن الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا ويرتضي لنا إن احنا نبلغ عنه شرف الدعوة إلى الله. اللهم اجعلنا منهم، قولوا أمين، ويغفر لنا أجمعين، واجعلنا يا رب على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويفرح بنا نبيه يوم القيامة. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا، سعدت بيكم، السلام عليكم ورحمة الله.